كان عيسى اخوي سيبويه ولا يلا حيل. طيب احمد الحيم خالد المتصرف نادوري خالد الدوسري نادو خالد الدوسري خالد التقليد بيسمع من عمان مبدع في التقليد جدا. طيب تعال يا خالد الدوسري طبعا قبل ما يكون مبدع في التمثيل يمكن تقريبا خمس دقائق كان مندوب انا اقول لك هو متعدد المهام كلها ابو بالك. طيب خليني انا تسمح لي اختبره نعم. طيب يا خالد الدوسري حياك الله ودي انك تستعجل يا سلام. طيب اختار لي ورقه على بال ما يجي خالد. حياك الله خالد كيف الحال؟ انا ودي اختبرك اختبار بسيط قبل ما تساعد خويك احمد. يقول الرجال مبدع في التمثيل او مبدع في انك توصل اشياء، اباك تقلد لي اي شخصيه موجوده داخل الاداره. داخل الاداره؟ اي نعم، اباك تقنع المشاهد انك مبدع في التمثيل. طيب ما شاء الله. فياض انا ما اعرفه. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. حبيبي يا خالد ما قصرت. لا طيب. يضحك لا يضحك. ها؟ لا يضحك. طيب يعطيك العافيه. الله يعافيك. خلونا نشوف المثل الرابع اللي بيشرح خالد الدوسري ويعطيه احمد رحيم، واحمد رحيم يا ريت توخر عشان ما تنزل في السرير من الحين. ارجع شوي يا احمد رحيم. نقول بسم الله جاهز يا حبيبي. طيب هذا هو المثل اللي بيشرح لاحمد رحيم. خالد الدوسري اللي بيشرح. جاهز يا خالد؟ جاهز. التايمر جاهز يا شباب؟ خالد لا توتر يا خالد لا توتر ابشر بس يا احمد الحيم خليك طبيعي للخلف دور يوه حطيني دبليه. طيب التايمر جاهز عشان نوري خالد. طيب هذا المثل يا خالد واضح جدا وسهل جاهز يلا يعطيك العافيه. اذا التايمر جاهز سعد او احمد تعال تفضل معي يلا بسم الله شغلوا لي التايمر وخلونا نبدا. العيشة يا أخي وضح يا أخي اكتب هذا العيشة مو بزينة الطعم مو بزين الأكل شوف مثل ثاني ايه أنت ايه ما الدولاب خالد ممثل جيد أنت المخرة ايه الرطب أربعة ثلاثة مو بزين الرطب واحد صفر يعطيك العافية حبيبنا ناصر خالد الدوسري ما قصرت يا ولد هارد لك يا حبيب خسرت المرحلة اللي ما يطول العنب ايش؟ اللي ما يطول العنب ليش؟ اللي ما يطول العنب حامض اللي ما يطول شو اسمه؟ لا بس خالد انا معليش يعني اعطيك العافية انا اول ما شفتك تسوي كذا والله فهمت غلط نزلت انت نزول انا فهمت غلط شوف هذا خالد خلني اسولف موفق احمد الدوسري هذا مو من الامثله اللي جبتها استاذ احمد خسرت المرحله يا استاذ احمد طيب المرحله الاولى اعزائي المشاهدين خسروها الشباب كلهم